تكون نيجاتيف بهذه الايه، بهذه الايه يعني ربي وفقني باش فهمتها وتوصلت لانتاج البروتون نيجاتيف. البروتون نيجاتيف كيتلاقى مع البروتون بوزيتيف يشحلوا، معروف علميا. الجن على هذا نستعملوه الجن اليوم ونقتلوا به الجن، لخاطر الجن فيه بروتون بوزيتيف. علاش الجن فيه بروتون بوزيتيف؟ لان الجن من مارج من النار طاقه، ومعروف علميا ان كل الطاقه الموجوده في الكون فيها بروتون بوزيتيف. ومعروف علميا كي تلاقى البروتون بوزيتيف والنيجاتيف يحركوا بعضهم ويفنوا بعضهم. اذا بهذه الطريقه العلميه رانا نقتلوا الجن او ان ننظفوا جسم الانسان من البروتونات. والله ما سمعتك يعني انتاج البروتون نيجاتيف بهذه الايه، بهذه الايه يعني ربي يوفقني باش فهمتها. هي نضحكوا كامل هي هذه. لا وصلوها لي، تكلمت مع الاخوان في المكتب السياسي هضرنا عليها هذه يومين والله العظيم. Ha ha ha!